عادية يا جماعة، أنا بقول أرقام عادية خالص برضو تعمل فلوس. تعمل كام؟ تعمل حوالي مثلا من 60 جنيه 70 جنيه. احنا بنقول اهوت أرقام يعني، بص يعني زي اللي قدامك دي، مثلا 00771224 أو مثلا 7235 6، ملخبطة يعني. يعمل من 70 جنيه 60 جنيه ويوصل 100 جنيه، لأنه شحة ومش موجودة أصلا، أنت بتدور عليها ما بتلاقيهاش دلوقتي حاليا. تمام؟ فين وفين لما بتلاقي 50 جنيه زي اللي أنت كنت شايفها دلوقتي. أما دي اللي إحنا بنصرفها دلوقتي هتكلم عليها دلوقتي. طبعا مضى إسماعيل حسن على كام؟ إسماعيل حسن مضى على 27 بريفيكس ب270 مليون ورق. تمام؟ نعرف بقى إسماعيل حسن مضى على إيه؟ إسماعيل حسن مضى على 27 بريفكس من هيه 2 إلى هيه كام؟ 28، زي ما أنتوا شايفين الورق قدامكم كده. طبعا يعمل برضه أرقامه كلها العادية بقى من 70 جنيه 60 جنيه ممكن 80 جنيه وتوصل حد 100 جنيه بحالة الأنصر. حالة الأنصر يا جماعة مش متبهدلة، مش مكتوب عليه، مش مقطوعة، مفيش فيها أي حاجة خالص. شوف بقى الورقة دي تعمل فلوس قد إيه ولوفات وكلام من ده. لو كانت بنفس التوقعات اللي احنا قلناها الاثنين دول اللي هي من 0001 الى 0010 سعرها بيتراوح كام؟ ممكن من 150 جنيه 200 جنيه حتى ايه 500 جنيه. اما لو كان بقى بارقام وحايد اتنينات تلاتات لحد تسعات السعر بتاعها بيعمل كام؟ بيعمل من 400 500 جنيه يوصل لحد 1800 جنيه و2000 جنيه لو بحاله البنك وحاله الانصار. يبقى بتعمل في الحالتين فلوس، ارقام عاديه بتعمل تحتفظ بها دلوقتي هتحتاجها بعدين وهتعمل فلوس. طبعا مش شرط الارقام العاديه اللي احنا بنقول عليها 0001 وبتاع، لا لا، انت ممكن تلاقي مثلا 3022 00 برضه بتعمل فلوس. يعني برضه احنا بنقول بتتراوح من كام؟ 150، يعني هتعمل 150. تفهمني؟ عشان يبقى احنا عارفين برضه تعمل قد ايه. ده الاصدار اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا محتاجينه، اللي احنا محتاجينه في العمله. نيجي بقى لايه؟ للاصدار اللي هو اللي هو الاخير ده خالص. الاخير ده خالص ده بقى مضى عليه مين؟ مضى عليه بقى دي اخر اصدار خالص احنا لسه بنصرفه بقى، دي بقى اللي هو صدر 2001، خدت بالك؟ اللي هي مضى عليها محمود ابو العيون وفاروق الهوده وهشام رامز وطارق عام بعدد كام؟ 173 بريفيكس حتى نهايه هشام رامز. تمام؟ دي طبعا الارقام بتاعتها يعني ممكن تحتفظ بها لان هي برضه مش هتعمل كتير، 50 جنيه تبقى 50 جنيه. ولكن بقى لو ارقام برضه زي اللي احنا بنقولها من 0001 الى 0010 سعرها بيعمل من 150 جنيه لحد 400 جنيه، ولو وحايد لحد تسعات بيعمل من حوالي 200 جنيه او 250 جنيه ليوصل ل 1500 جنيه و1700 جنيه. تمام؟ دي للتوقعات يا جماعه الثلاثه نوم اللي هو محمود ابو العيون وفاروق العقده وهشام رام. اما طارق عام ده لسه لحد الان موقع عليها اصلا، فهي مش هتساوي شيء، هتساوي قيمتها بس 50 جنيه 50 جنيه. طبعا زي ما احنا قلنا بقى الارقام بقى بتختلف، ممكن يكون معاك مثلا 3 وحايد 3 4 بتعمل فلوس، خدت بالك؟ بتوصل 150 و200 جنيه و300 جنيه وممكن تبيعها كمان ب 500 جنيه. في الهاوي اعرض عمدتك، حافظ عليه. العملات القديمه بالذات اللي شحت انت من نفسك تعرف كده اهو، تقوم راكنها في جنب، ما تصرفهاش، ما تحاولش تفرط فيها. ده اللي انا اقصده. تمام؟ عرفنا كده كل ال 50 جنيه دي ودي يعملوا ايه؟ طبعا ال 50 جنيه القديمه اللي قبل ديت هنبقى نشرحها في فيديو تاني، ونبقى نبين برضه اسعارها لان اسعارها مرتفعه شويه.